ما إن يرى الغواص هذه الزرقة والصف الذي يتحلى بهما البحر حتى يرفرف قلبه وتنتفض جوارحه متشوقا بولع شديد لحظة الوصال، لحظة ينسى فيها كل شيء إلا أنفاسه. هذا يومنا، فكونوا معنا لتستمتعوا بعقل أزرق، ولا تنسوا دعم القناة حتى يصلكم كل جديد. عبد الله، ان شاء الله اليوم باذن الله تو سبير فيشينغ، شو ان شاء الله نغطسوا واحد الغطيسه. جو جميل تبارك الله، كتشوفوا هذا البحر الرائع. الحمد لله الظروف ديال كورونا ما خلاتناش نمشيو لشي بلايص فيهم الحوت، ولكن غنكتفيو غير بهاد المنطقه هذه. بيرفكت داي، للبحر أساليب في الإغراء. الزرقة والصفاء مظهران خارجيان يغري بهما البحر الجميع، لكن دون هذا مظهر خفي لا يعيش نشوة إغرائه تلك إلا الغواص. إن متعة قنص الأسماك تحت الماء لا تعادلها عند الغواص متعة، وأعظم منها أن يخرج سالما غانما. 4 ساعات كانت كافية للمتعة والصيد، وها نحن نخرج وفي استقبالنا سعيد. بلقاء سعيد وبالاستماع لأحاديثه المكللة بعفوية نادرة، وفي أجواء هذه البساطة الجميلة لم نعد نشعر بالتعب الذي كان يملأ جوارحنا ونحن نخرج مع آخر موجة بالشاطئ. لقد حان وقت الغذاء. لقد استشرنا مع سعيد في نشر هذه الطرفة فوافق لنا على ذلك، وهذه واحدة من طرائفه الكثيرة والتي تبث في روحنا البسمة والنشاط كلما التقينا الشاب الصحراوي الطيب سعيد.
ضروري نتزلق. قول ضروري قلك ساعتين نكس. شكرا سعيد على كرم عهدناه فيك كلما حطت رحالنا بربوعك الجميله.